هذه الجولة، الجولة العاشرة، هنا كرة ملعوبة عالية، جول عبد الكريم حسن الشاطر، عبد الكريم حسن يسجل برأسية واستغلال بشكل سليم. السد يتقدم، السد يتنفس السعداء بعد رأسية عبد الكريم حسن. شوف الكرة الماضية كيف مرت وعدت سليم. تصل الآن محاولة منقولة في الطرف الأيمن، خطرة 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 وعرضية، فيها جول، فيها جول، جول سداوي ثاني، ومن وراها يسجلها علي أسد في شباك مرمى الحارس أشرف الهادي، ويتقدم السد بثنائية. علي أسد يسجل، علي أسد يضيف الثاني مع ساعة من اللعب، مع 60 دقيقة يسجل علي أسد، بينما التغيير يأتي من لوزارو، يأتي الهدف بشكل سليم. شوف 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 شوف، قلت لك خطرة هنا، الخطورة بعرضية، لمسة وصل، شوف عبد الكريم والتمرير الأمامية علي أسد، سداوية كأن ناوي للثالث، كأن ناوي للثالث، تتخلص تعود مرة أخرى، لا يزال السد في محاولاته، عرضية جول، عرضية جول، جول 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 جول، كسولة يسجل. وش قصة الدفاع في التسجيل وخط المنتصف؟ يسجل السد، يسجل إذن الهدف الثالث، محمد كسولة يسجل ثالث الأهداف لمصلحة السد، إذن يأتي الثالث عن طريق اللاعب محمد كسولة. شوف لما مرت، شوف لما عدت الكرة الماضية، شوف وصلت هنا إبعاد عبد الكريم حسن، سجل هدف وصنع هدفين. عبد الكريم اسمح لي أعطيك أنت يعدي، مر برشاقة، الله، مر، عد، عرضية، جول، جول سداوي، جول سداوي رابع خلفان، فعل كل ما فعل في عالم كرة القدم في الطرف الأيمن، لف ودار وأخذ كل المسارات، بس اختار مسار واحد لعب فيه العرضية. شوف واحد اثنين الثالث مر، والعرضية، والياندرو داخل منطقة الجزاء ملعوبة ورأسية تتحول وتسديد، الله، قذيفة قوية في قلب المرمى، 5 أهداف السد. شوف الكرة لما مرت، شوف لما عدت، وشوف التسديد، الله. سوانا منقولة كورتا للأمام، سريعة الآن لمصلحة معيذر، البحث عن تقليص أو البحث عن هدف، ممكن يكون جول، جول إذن لمصلحة معيذر، يأتي مع الدقيقة رقم 80، إبراهيم سوارة يسجل أول الأهداف لمصلحة معيذر مع الدقيقة 80، هنا أول الأهداف موجودة. شوف العرضية خادعة الحارس، لم يتوقعها أبدا، ثم القائم ومن ثم